30 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. صباح بكري وحنا جايين في للخدمة هوني في الأفهاش، وشفنا أنه فما بعض الأبحاث والعثور معناتها في الصباح على امرأة على ما يبدو يظهر لي أجنبية الجنسية تنثبت مع السلطات المعنية، ولكن فما جثة ملقاة لوطة. تناخذ أكثر تفاصيل على الموضوع مع سي سفيان الرزقي رئيس منطقة الأمن الوطني بنابل معنا في المباشر. صباح الخير سيدي. صباح الخير سي أمين. بالنسبة للموضوع اليوم، صباحة اليوم في حدود الساعة 7 تقريبا تم إعلان قاعة العمليات بوجود جثة ملقاة في أسفل أحد الإقامات بحي لفهاش 2 المرازقة. تم تنقل إطارات وأعوان منطقة الأمن الوطني بنابل في الإبان على عين المكان، حيث تم العثور على جثة امرأة تبين فيما بعد أنها تحمل جنسية فرنسية، عمرها في حدود 47 سنة. تم إعلام سيد ممثل النيابة العمومية بنابل وكذلك السيدة قاضية التحقيق اللي حلوا زاد على عين المكان. وبالنسبة للموضوع ذي بإجراء المعاينات معناتها السيكونستانس نتاع الموضوع ذي، تبين أن هي مقيمة في شقة في الطابق الثالث بذات الإقامة رفقة صديق لها تونسي يبلغ من العمر حوالي 35 سنة، تم تعرف مع تتعرفوا على بعضهم في وقت سابق عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقررت باش تجي تقضي حذاه مدة معناتك سياحة برفقته. بإجراء التحريات مع الشخص هذا اللي ساكن حذاه، يقول اللي روح البارح في ساعة متأخرة من الليل وقع شجار ما بيناتهم، دخلت هي الغرفة نتاعها وسكرت البيت بالمفتاح من داخل، ونتيجة الغضب معناتها اللي كانت عليه تنجم توا برشا فرضيات احنا قدامنا، تنجم كيما تنجم تكون معناتها قامت بإلقاء نفسها، ولا تنجم تكون زادة فقدت وزنها معناتها من الشرفة وطاحت. مازالت معناتها توا مازالت ماهيش واضحة الأمور، مازالت مش واضحة، اما معناتها ماشيين اغلب الظن معناتها في الفرضيات هذيك، معناتها خاطر البيت كانت مسكره حتى باجراء المعاينه لقينا البيت مسكره، ومعناتها يا معناتها القات بنفسها ولا معناتها فقدت توازنها من الشرفه. هو السيد السيد كيف دخلت معناتها كيف وصلت الاعوان الامن؟ لقاوها سيغ بلاس هذيك في الدار؟ اللي وصلنا لقيناها راقد، هي غرفه معناتها شقه تكون من غرفه معناتها بيت صاله وغرفه نوم اس بلس ان اس بلس ان. كي دخلنا معناتها القاعة معناتها طرق الباب حللنا السيد معناتها اللي كان راقد معناتها برامون معناتها كان راقد، وكي سألناه معناتها على المرافقة نتاعو ذي الأجنبية قال لنا راكا راقدة في بيتها، معناتها ديجا معناتها حسب تو التحريات الأولية ما في بالوش بها اليوم معناتها عملية السقوط من الشرفة. خاطر كيف سقطت هي مطابق بالضبط، خاطر كيف لا قدر الله سقطت مطابق الثالث، معناها ما عملتش لا حس لا صاحت لا جيران معناتها تحرينا معاهم سمعوا معناتها الحس نتاع عملية السقوط سمعوها معناتها بالنسبة لعملية السقوط ثابتة. وكذلك حتى ثم الآثار معناتها في الأرضية نتاع الطابق الأرضي ظاهرة معناتها آثار السقوط. وجيران كي معناتها ما فاقوش بشنو اللي صار بالضبط، ما تحراوش الجيران؟ بالنسبه للجيران كي تحرينا معاهم اكدوا لنا عمليه معناتها وقع شجار وما قبل ما تدخل بيتها هي هذه الهالكه ومعناتها وتطيح. نفس الكلام اللي اكدوا لنا معناتها مرافقها قالوا قاع شجار بيني وبينها باعتبار انه روح بحاله سكر ولامته معناتها كيفاش يخرج يسهر وما خلاها في الدار. الشجار هذاك وكل الحس نتاع معناتها المعركه اللي وقعت ما بيناتهم اكدوا هنا الجيران معناتها قالوا اللي سمعنا معناتها حس نتاع معناتها ناس تتكلم بالقوي وعارك نفس معناتها الاقوال نتاع السيد اللي اونتر كيومي معناتها هو توا يبقى ديما مظنون فيه بالرغم معناتها من معناتها حس التحريات معناتها نجم تكون معناتها بعيده معناتها فرضيه اللي يكون هو قتلها لكن ديما يبقى مظنون فيه حسب معناتها وحسب المعاينة لقيناه هو راقد وخلعنا معناتها الباب ولقينا ما زالت الأبحاث. بالنسبة للتعهد معناتها تعهدت به فرقة الشرطة العدلية الموضوع متاع نابل وفي انتظار معناتها باش نعملوا تسخير للسيد الطبيب الشرعي معناتها يحتمل ينورنا في أمور أخرى، لكن كما قلت لك سي أمين تبقى
حسب معناتها الكونستا الاولي اغلب الفرديه فقدت توازنها ولا قامت بالقاء نفسها معناتها خوفا من بطش ولا سبحان الله. الله أعلم. تو بعد التحريات ممكن تجيب سي سفيان فقط ممكن تمش علام أهلها أو معناتها بالهالكة معناتها في اللي كان ذوما ثم الإدارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية كل حالة فيها أجنبي يتم التنسيق معهم ويتم معناتها إعلام عبر معناتها المسالك وزارة الخارجية يتم إعلام أهلها و الموضوع. فقط حابين نثبتوا هل مكرية وإلا الدار على ملكهم إذا عندك معلومة؟ لا عندي معلومة بالنسبة معناتها الطرف الهالكة وصديق هذوما قاموا بتسوق الشقة لمدة شهر باعتبار تفاهموا معناتها باش يقضيوا مع بعضهم شهر مع بعضهم معناتها قاموا بكرائها معناتها من 1 سبتمبر إلى غاية موفى شهر سبتمبر. ماذا هو؟ علما وانه كانت تعتزم معناتها باش تروح الهلكة باش تروح اليوم العشية. اليوم العشية معناتها الفولم تاعها. تم العثور على بيي دافيون تاع تونس كارتاج باري اليوم السبعة تاع العشية. على كل ان شاء الله ربي يرحمها وفلا هذه المعطيات الاولية. ان شاء الله نفيدوكم اذا ثم جديد مشكور. معكم ويتم افادتكم. مشكور بارك الله فيك سي سفيان الرزقي رئيس منطقة الامن الوطني اللي كانوا على عين المكان بعد ما بنت ووضحت للعيان وانه فما جثة موجودة غاديكا. فشكرا لكم على العمل اللي قاعدين تقدموا به وشكرا لك زادة على تفاعلكم معنا. مهم نوضحوا للرأي العام شنو اللي فما لانه صارت حالة من الهلع صغيرة و الحمد لله وانه هاوكا الامن موجود ولكن حبيت زاده ممكن نسلط الضوء الحاجه مهمه هالديار اللي بالكري هذوما هذه اللي لازمها تتقانن من الاول وجيد هذه اللي لازمنا نكونوا فيها عندنا لو بيلون ولازمنا نكونوا فما نتعاملوا معها بصرامه بكل صراحه. على كل ان شاء الله ربي معكم وان شاء الله ربي يبقي ستر على بلادنا نسيسر واحنا بعد الفاصل مرحبا بكم الناس الكل.